أورانج كتقدم لكم أورانج تالنتس غناء، برنامج اكتشاف المواهب المغربية. لجنة التحكيم تبعها مجهود كبير اليوم، حيت جاية لستوديوات أورانج تالنتس باش تأدي مهمة صعيبة. خاصها تكوتشي المشاركين اللي غادي يغنيو في البرايم الثاني، تعاونهم في التدريبات، وكثر من هادشي خاصها تختار مع كل واحد فيهم الأغنية اللي غادي يغني في البرايم الثاني حسب أصواتهم، أذواقهم وقدراتهم. جيبوا لي مالي، جيبوا لي مالي. أنا كنت حتى لآخر لحظة كنت زعما ما عمرت بها راسي صراحه، حبانوا لي الناس كيلوحوا لي فيديو، كيحطوا لي فيديو ديالهم في السيت، ولي لي فوت ديال شفت انا، قلت علاش انا اللي ما نشاركش، وشفت انا الحظ ديالي فين غادي يوصل، والحمد لله. كنقولي واش هنا ولا قبلتي ديليا دوي عليا وكلتي لا عبد الله. Plus envie de vivre ma vie. وتربت في هذا الميول للحب ديال لا ميوزيك، فوالا اي سي بور سيلا كو كون جو شانت جو مي سون كو جو سوي ان تران دو ديستريسي اي كلكو شوز دو بليزير كي سور دو مو. حاولي تطيح ان دومي طون باش ملي كيكونوا عندك طلعات كتكوني اليز ما كتحكي، حيت كنحس بلي طلعات شويه اي لو ستريس هيدي. اون فيت صيفطات ليا ميساج باسكو ما جاوبتش، صافات صونات ليا بنمرتها اي ما جاوبتش، صيفطات ليا ميساج قالت ليا اوني اورانج تالنت في نو رابلي كي غادي ندير وانا ما عنديش الصوب وانا في بيتي. شنو درت؟ صيفط ابل مو سيتو بلي، صيفط لها ابل مو سيتو بلي، عاودت عيطات ليا مسكينه شرحت ليا قالت لي فين كنتي، تعلمت درس في حياتي انني نجاوب النوم واخا ما كنعرفهمش، حيت بوتيتر تجيني شي اوبورتونيتي لي سافا شانجي توت ما في. لحقاش لحقاش نحس كيكون واحد شويه ديال الستريس وواحد شويه كنحسوا به كنحسوا به في الحلق. الارتيست القوي عمره ما كيشوف راسو انه هو قوي، ديما كيبغي يزيد القدام. راه بزاف ديال لي زارتيست اللي هما في العالم كاملين، بيونسي ريانا باقي لحد الان كيدخلوا يتعلموا لغات كثار، ومع ذلك عمرهم ما يقولوا على راسهم انهم هما كومبليت مع انهم فريمون بازي. وخا الارتباك والدهشة أمام فناني لجنة التحكيم، المشاركين عطاو اللي في جهدهم كامل واستفدوا من النصائح. يا ورد لا غير باش نتعرف عليكم تفاصيل، أنا دابا ما كندير والو، دابا كنعرف غير لا نوت فين كتحسوا براسكم أليز فين، داكور؟ يلا. طيب هذا الشيء دار في الورد سيبيه هذا المرة، شوف المرة يضربك البرد ضرب صافي تبارك الله عليك. بموت من كتر الظلام وانا على متني السحاب، خطاك في عيوني صواب حبك بقلبي. خدت مع عقلك من تكون دير لي فيبراسيون باش ما يحيط السفل كيكمل، دونك من كيكمل كنطيحوا في ديفوس ضروري ياك. الموسيقى كنشتغل يعني شحال نقول لك يعني لي سواري هكذا في مدينة طنجة مثلا، حفلات سهرات كان من أنشطة آخرين مثلا مع مثلا شي وحدين مثلا كيكونوا صحابي الأبناء ديالهم اللي بغاو مثلا يتعلموا موسيقى، فهمتي كنجي أنا نعلمهم نعطيهم شوية دروس في الموسيقى، وهذا كان بزاف النشاطات تقريبا. 15 مشارك ديال هذا الاسبوع مستعدين ومتحمسين لاداء اغانيهم في البرايم الثاني، من بعد ما استفدوا من الشغل مع اسماء يونس وجلال الحمداوي، واستفدوا من التجربه ديال صحابهم اللي دازوا في البرايم الاول. نتمنوا لهم التوفيق كاملين، حيت المهم تبان موهبتك. اورانج المساند الرسمي للمواهب المغربيه، من المهم ديما قريب. اورانج